النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. نستهل أخبارنا من لبنان. الأجواء الماطرة لم تمنع العدائين من المشاركة في ماراثون بيروت الدولي بنسخته العاشرة ووسط سيطرة أثيوبية كينية. الأثيوبي كيدير فيكادو نجح في إحراز المركز الأول، لكنه فشل في كسر رقم مواطنه تاريكو جوفار متخلفا عنه بدقيقة و43 ثانية. السيطرة الأثيوبية انتقلت لدى السيدات أيضا بإحراز سيدا كيدير المركز الأول. الفرحة اللبنانية توج حسن ضياء على الكرسي المدولب بعدما حل في المركز الأول لمسافة 10 كيلومترات. أول صعوبة يمكن كانت الوضع الأمني وعدم الاستقرار، ولكن أصبح هناك في ثقة باتجاه جمعية بيروت ماراثون، والناس كان في بداخلها إصرار أنهم يكفوا ونحن كمان أنه نكفي بهالنشاط. ماراثون بيروت أحسن ظاهرة لتجمع الناس كلها، هيدي اللي هي براتها اليوم، هيدا كلهم مفرقين. يجول سباق الماراثون في مختلف دول العالم، لكن للسباق قصة تروي تاريخ الحرب بين الشعوب وتحويلها إلى مهرجان رياضي. لم يكن أبناء منطقة ماراتوناس أو ماراتون يعلمون أن بلدتهم الصغيرة الواقعة في مقاطعة أتيكا الشرقية ستصبح أشهر بلدة في العالم. عام 490 قبل الميلاد انتصر الجيش اليوناني على الفرس في معركة دامية في بلدة ماراتون. خبر الانتصار نقله الجندي فيديبيداس إلى أهالي أثينا مرددا على طول الطريق عبارة نيني كيكامان، أي انتصرنا. المسافة قطعها الجندي المرسل جريا من أرض المعركة ماراثون إلى العاصمة اليونانية البالغة مسافتها 40 كيلومترا. بشر الجندي الأهالي بالفوز، لكنه لم يحتفل معهم لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب التعب والإرهاق. خلال الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا عام 1896 اقترح الفيلسوف الفرنسي ميشيل بريال تخليد ذكرى الجندي عبر إقامة سباق أطلق عليه اسم ماراثون وبالمسافة نفسها، أي 40 كيلومترا. الفكرة لاقت ترحيب بيير دو كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية بعصرها الحديث، العداء اليوناني سبيروس لويس الفائز الأول في سباق الماراثون بالنسخة الأولمبية الأولى. نقش اسمه على استاد أثينا الأولمبي وأصبح ملعب سبيروس. ألعاب لندن 1908 نتجت عن تعديل في المسافة، وافقت اللجنة الدولية على زيادة المسافة كي ينتهي السباق بالقرب من مقصورة الأمير إدوارد السابع. ومنذ ذلك الحين أصبحت مسافة الماراثون 42 كيلومترا و195، أما العداءات فلم يظهرن حتى عام 84 في ألعاب لوس أنجلوس. منتخب سوريا يفرط بالتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا للشباب، تقدم مرتين على أوزبكستان قبل أن يعود ويخسر بركلات الترجيح. المنتخب العربي تقدم بهدفي حميد ميدو ومحمود مواس، وعدل المنتخب الأوزبكي عن طريق إيغور سيرغاييف وكاشبوراتوف. لم يتمكن الطرفان من كسر التعادل في الشوطين الإضافيين، احتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأوزبكيين 3-0. أهدر أحمد قدور وخالد مبيض ومحمود مواس الركلات الثلاثة لسوريا. أوزبكستان تأهلت إلى نصف نهائي المسابقة وضمنت مقعدا في نهائيات كأس العالم 2013. البوسني إيدن زيكو يواصل هوايته في التسجيل باللحظات الأخيرة. أهدى فريقه مانشستر سيتي فوزا غاليا على ضيفه توتنهام. المدافع ستيفن كولكر افتتح التسجيل للفريق الضيف.
أدرك السيتي التعادل بعد 20 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني بهدف الأرجنتيني أغويرو. دخول تزيكو إلى تشكيلة الإيطالي مانشيني كان له الأثر الكبير، فسجل البوسني هدفا غاليا قبل دقيقتين على نهاية المباراة. مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 25 نقطة، ارتقى الوصافة مؤقتا بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد المتصدر، ونقطتين أمام تشيلسي الثالث والذي يلعب في هذه الأثناء مع ليفربول. السير أليكس فيرجسون يشيد بأداء مهاجمه المكسيكي تشيتشاريتو أمام أستون فيلا، ويبدي سعادته لفوز فريقه مانشستر يونايتد وحفاظه أسبوعا جديدا على صدارة البريمير ليج. إنها نتيجة ساحرة، أستون فيلا لعب بشكل رائع، لقد بذلوا قصارى جهدهم لكننا لم نستسلم أبدا، لعبنا بدون حرص في الشوط الأول وكان علينا التحسن في الشوط الثاني وهذا ما فعلناه. خافيير هرنانديز كان رائعا داخل منطقة الجزاء، لقد أثمرت مجهوداته عن تسجيلنا 3 أهداف. الإصابات قسم مشترك غير إيجابي بين الغريمين اللدودين في إسبانيا، ما هو جديدهما على هذا الصعيد قبل مباراتيهما في المرحلة 10 من الليغا. الانطلاقة التاريخية لبرشلونة منحته الصدارة بعيدا عن غريمه التقليدي. يطمح البلوغرانا لمتابعة المشوار عندما يواجه مضيفه ريال مايوركا. المشاكل الدفاعية أرهقت الفريق الكتالوني. الخسارة أمام السلتيك في دوري الأبطال ما هي إلا نتيجة لهذه الغيابات المؤثرة. القائد كارلس بويول يتمثل للشفاء من التواء مرفقه الأيسر، وقلب الدفاع الثاني جيرار بيكي بدأ يستعيد حضوره، وعودته إلى التشكيلة الأساسية باتت وشيكة، معطيات تمنح أريحية للمدرب تيتو فيلانوفا. لكن الأرق يأتي من خط المقدمة وتحديدا الثنائي ليونيل ميسي وديفيد فيا. خلاف غير مستجد حاول زميلهما داني ألفيش التقليل من أهميته، بينما يسعى مدربهما لتوظيف الصراع بينهما في خدمة الفريق. لقاء ملعب أونو يأمل مايوركا من خلاله إلحاق الخسارة الأولى بالمتصدر أو تحقيق نتيجة إيجابية على الأقل. مدينة ليفانتي تستقبل النادي الملكي. المضيف لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة، وغالبا ما تكون المباراة على ملعب سيوتات دي فالنسيا صعبة على الضيوف. وكما حال فيلانوفا، صداع يضرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. يفتقد الألماني سامي خضيرة مع الأرجنتيني غونزالو إيغوايين والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مارسيلو. الضغوط ستكون مضاعفة على كريستيانو رونالدو، سيلعب رأس حربة وقد يسانده خوسيه كيخون. مدرب ليفانتي خوان إيناسيو يعتبر أن الفوز على النادي الملكي يحدث مرة كل 100 مباراة. المغربي مروان الشماخ تحت مجهر نادي روما الإيطالي. تقارير صحفية إيطالية كشفت أن نادي العاصمة وصل إلى اتفاق شبه رسمي مع أرسنال الإنجليزي للحصول على خدمات النجم المغربي. وبحسب المعلومات فإن إدارة روما مستعدة لدفع 4 ملايين جنيه استرليني للتوقيع معه في فترة الانتقالات الشتوية. إلى الدوري البرازيلي، بوتافوغو يواصل صحوته، حقق فوزه الرابع في مبارياته 5 الأخيرة وجاء على حساب ضيفه المتواضع بورتوغيزا ضمن منافسات الأسبوع 35. على استاد جواو هافيلانج افتتح برونو مانديز التسجيل في الشوط الأول. فيليبي جابرييلا وفيكتور جونيور أكملا ثلاثية أصحاب الأرض في الثاني. بوتافوغو رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورتوغيزا عند 40 في المرتبة 15 مؤقتا. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، سان أنطونيو سبيرز يستكمل انطلاقته الممتازة هذا الموسم ويحقق فوزه 6 مقابل 1. فوز سبيرز جاء على مضيف بورتلاند تريل بليزرز ب 112 نقطة ل 109 نقاط. متصدر المنطقة الغربية حسم اللقاء في الربع الأخير، استفاد من تسجيله 14 نقطة متتالية. أفضل المسجلين لسبيرز كان جاري نيل ب 27 نقطة، أتبعه النجم تيم دانكن ب 22 إلى 7 كرات مرتدة. وسجل لبورتلاند نيكولاس باتون 33 نقطة، وأضاف لاموركس ألدريدج 29 وداميان ليلارد 20 نقطة.
ضمانة الحصول على لقب بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة لم يمنعه من مواصلة تألقه. الفرنسي سيباستيان لوب يخطف المركز الأول في إسبانيا بعد فوزه في مرحلتين من أصل ثلاث ضمن منافسات الجولة الثانية في كاتالونيا. سائق ستروين أكد وضع قبضته على بطولة العالم. حول تأخره بفارق 27 ثانية إلى تقدم بفارق 18 ثانية بعد انقضاء المراحل الثلاث من أصل ست. الفرنسي في إطار بحثه عن الفوز الإسباني الثامن له تقدم على النرويجي ماتس أوتسبرغ وياريماتي لاتفالا. النتائج الانتخابية الباهرة لحزب الملاكم الأوكراني فيتالي كليتشكو قابلتها موقعة حامية الوطيس لشقيقه فلاديمير على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل. الشقيق الأصغر لرئيس حزب أودار أو اللكمة حافظ على ألقابه الثلاثة في المنظمة العالمية والجمعية العالمية والاتحاد الدولي. فاز على البولندي ماريوس ووتش بالنقاط في مدينة هامبورغ الألمانية، وللمرة الأولى في مسيرته ابن 36 عاما واجه منافسا أطول منه، حقق فوزه 59 منها 51 بالضربة القاضية مقابل 3 هزائم. كليتشكو أهدى الفوز إلى مدربه إيمانويل ستيوارد الذي فارق الحياة أواخر الشهر الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.